ها نحن نقف أمام التسوية الشرقية المصلى المرواني، هذا المبنى العظيم الأثري الذي ما زال شاهدا على عروبة وإسلامية هذا المكان. إننا في التسوية الأرضية بمحاذاة باب الرحمة وباب التوبة، بمحاذاة الأقصى القديم، بمحاذاة البراق. ها نحن نقف أمام هذا المبنى الذي عاد من جديد ليكون مصلى للإسلام والمسلمين. نلحظ بأن المصلى المرواني بعدما تم فتحه وفتح للصلاة، وجدنا بأن هذه الحجارة التي قد رمت وتعبت منذ مئات السنين، نحن حينما كنا ننزل إلى المصلى المرواني كان هذا المصلى مهجورا هجرانا كبيرا، وكان مأوى للحمام. ها هو اليوم لجنة الإعمار وبرعاية الأوقاف تقوم بعملية تكحيل وترتيب وإعادة إضاءة من جديد للمصلى. الحقيقة أن هذا العمل عمل جبار وعمل رائع، يشهد له في تاريخ العمارة بأن هذا المبنى لو ترك بدون عمارة ولو ترك بدون ترتيب وبدون إنارة وبدون اهتمام لأصبح هذا المبنى معرضا للهدم والانهيار. حاولت الحكومة الإسرائيلية مرارا أن تحذر بحجة أن هذا المبنى قديم، أن تحذر الناس من الدخول إلى المصلى المرواني، ولكن وبحمد الله تعالى الناس جاءوا إلى المصلى المرواني وهو مفتوح في رمضان، وسيكون إن شاء الله تعالى هذا المكان الآن بدأ نلحظ عليه العودة إلى رونقه الجديد. أنت تلحظ في الحجارة هنا طبيعة الماء الذي كان ينزل من سطح المصلى المرواني، شكل عبارة عن أعمدة كلسية، وهذه الدموع التي سكبت على أعمدة المرواني تذكرنا هذه الدموع بدموع المسجد الأقصى الحزينة، هذه الدموع الباكية التي ينادي بها الأقصى العالم الإسلامي بعد أكثر من حوالي 40 عاما أو 38 عاما من يمسح دموع الأقصى. هؤلاء الشباب، هؤلاء المقدسيين، هؤلاء الناس الذين ما زالوا في أرض الرباط، الذين يعملون بأيديهم، يعملون كل دقيقة ليل نهار يمسحون دموع الأقصى، ويقولون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه العمارة ستشهد على مدار التاريخ، سيشهد الأقصى اهتمام المقدسيين واهتمام الذين قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الحفاظ على المسجد الأقصى والمصلى المرواني والمقدسات والقيم. الحمد لله، هذه الأبواب العملاقة الكبيرة والتي تم فتحها في عام 98 كانت مدفونة بالتراب تماما، وقمنا بفتح هذه الأبواب بجهود المخلصين، وأسمينا هذه البوابتين بوابة النصر، هذه البوابة الحقيقية. وهناك 7 أبواب إضافية موجودة في المصلى المرواني، من هنا هذه البوابات الطبيعية التي تخرج إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك. نحن هنا نصعد إلى ما يسمى بالمقصورة، مقصورة الإمام، وهذه الزاوية بالضبط الجنوبية الشرقية من المصلى المرواني مرتفعة قليلا، وهي ما عرفت بمهد عيسى، وهو تخليدا لذكرى إقامة مريم عليه السلام في هذه الزاوية. جعل الأئمة والعلماء جعل هنا في هذه المنطقة
مكانا كقبة تخليدا لذكرى إقامة مريم عليه السلام وتربيتها في هذا المكان. ونحن نذكر قول الله سبحانه وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وبالتالي زكريا ويحيى وعيسى ومريم والأنبياء جميعا عاشوا وترعرعوا ولعبوا في هذا المكان المبارك. كل ذلك يؤكد إسلامية هذا المكان، وبالطبع المكان اتخذ كمكان للاعتكاف، ومنه جعل صلاح الدين مدخلا من هذا المكان، مدخلا علويا للدخول إلى المصلى المرواني. حينما أغلق الباب الثلاثي وأغلق الباب المفرد، جعل من هنا مدخلا من على سطحه لينزل به إلى المصلى المرواني، وكانت هذا هو الطريق إلى أن تم التوفيق من الله سبحانه وتعالى وأعيدت عمارة المصلى المرواني في 6/6/1996. بدأ هذا العمل وأزلنا كل الأتربة وأحضرنا البلاط وبدأنا بافتتاح المصلى المرواني، والحمد لله عاد المصلى المرواني إلى وظيفته الأساسية. وعندها قامت الحكومة الإسرائيلية بحملة كبيرة جدا ضد العاملين وضد المسلمين في المسجد الأقصى، لم تثنينا عن جهودنا، وفعلا أحضرنا البلاط المشاهد. هذا البلاط أحضرناه من النقب ومن حجارة فلسطين، وتم تبليط المصلى المرواني بأيدي المتطوعين وبدعم من داخل فلسطين ومن خارج فلسطين من كل الخيرين في العالم الإسلامي. ثم بعد ذلك تم كما قلت فرش هذا المسجد، فرش هذا المسجد من قبل الحكومة المصرية، ونحن الآن والحمد لله مطمئنون تماما، وخاصة بعدما تأكدنا بأن المصلى المرواني رغم كل المحاولات لمنع المسلمين من الصلاة فيه ولمنع عمارته والادعاء بأن المصلى المرواني سينهار وأن هناك عبارة عن انتفاخ في السور الشرقي، حيث يقولون بأن هذا السور فيه انتفاخ وأنه معرض للانهيار. كل هذا الكلام لا أصل له. قمنا بعمل هذه المشدات الحديدية وبإشراف مهندسين، والحمد لله تمت عمارة حوالي 7 أروقة وكحلتها وترتيبها، وإن شاء الله تكون في هذا رمضان مفتوحة للصلاة بإذن الله تعالى وبكل طمأنينة بإذن الله تعالى. ذكر ناصر خسرو بأن المسجد الأقصى قد أحيط ب3 أروقة، وكان من ضمن هذه الأروقة الرواق الشرقي، ولكن في الحاضر حينما نسير في داخل المسجد الأقصى لا نجد إلا الرواق الشمالي والرواق الغربي، والجزء الجنوبي قطعا هو مظلل. ولكن حينما قمنا بفتح أبواب المصلى المرواني اكتشفنا الرواق الشرقي، حيث أنه كان مدفونا تحت التراب، وهكذا نجد سيرة الرواق الشرقي الذي تحدث عنه ناصر خسرو وقال بأنه يمتد من باب الرحمة إلى المصلى المرواني. ونجد أن هذا الرواق حاليا هو مدفون تحت التراب، وقامت لجنة الإعمار نتيجة تراكم الزمن ووجود أتربة وزلازل، وقامت بتبليط فوق هذا الرواق، ولكن نلحظ أن هذا الرواق كان يمتد بمحاذاة السور الشرقي إلى باب الرحمة. طبعا
نجد بأن بقية أثر الرواق هي موجودة بجوارنا، وهي تطل على السور الشرقي، ويعتبر هذا السور الذي نسير بمحاذاته هو سور للمدينة وللمسجد الأقصى في آن واحد، ونجد فيه الفتحات، هذه الفتحات التي كانت تعبر عن فتحات للرماية، ومحصن بطريقة واضحة جدا. نحن نقف هنا أمام باب الرحمة وباب التوبة، أقدم الأبواب الموجودة في المسجد الأقصى، هذان البابان، وهما أيضا بابان للمدينة. أغلق هذان البابان في الفترة الأيوبية على يد صلاح الدين، ولباب الرحمة وباب التوبة ذكريات في التاريخ الإسلامي، بل في تاريخ المدينة بشكل عام، إذ يعتبر هذا الباب من الأبواب الرئيسية في المسجد الأقصى، اعتكف فيه الإمام الغزالي فترة طويلة، وأنشئ على ظهر هذا الباب غرف وبرج لمراقبة السور في الجهة الجنوبية. هذا الباب له في معتقدات كثير من الأمم له حكايات، أهمها أنه يعتبر بباب النصر، حتى أطلقوا عليه باب جولدن جيت، أي الباب الذهبي، مجموع البابين. ولكنني أعتقد بأن كثير من الأمم تروي قصص خيالية حول هذا الباب، إذ يعتقدون أنه من يفتح هذا الباب ويدخل منه هو المسيح المنتظر، وبعض المنتصرين، بل كل المنتصرين الذين دخلوا إلى المدينة دخلوا من هذا الباب، دخلوا من باب الرحمة وباب التوبة. نحن نقف أمام هذه الأبواب المغلقة، ليس فقط الفتحات الصغيرة، إنما كان هذا الباب بطوله فهو بارتفاع حوالي 22 مترا، وكان الباب فيه أربعة اسطوانات عمودية في الوسط، وهو يمثل أيضا بعمق أكثر من حوالي 40 مترا، وكان مفتوحا من الجهة الثانية. نلحظ أيضا في العلو أنه يعلوه عبارة عن تيجان حجرية منقوشة، ويعلوها أيضا عقود أموية واضحة جدا، الزخرفة النباتية الموجودة فيه. ونلحظ على الجهة اليمنى والجهة اليسرى، نلحظ دعامتين أساسيتين موجودات في باب الرحمة، وهذه الدعامات أنشئت في الفترة العثمانية المتأخرة، ويبدو أن الباب أخذ يتآكل وأخذ حيطانه بالاندفاع، فوضعت هذه الدعامات من أجل إبقاء الباب قائم وسليم. نلحظ ضخامة بناء باب الرحمة، حيث أن هذه الضخامة تنبع من الاهتمام الأموي للمدينة المباركة وللمسجد الأقصى، وقد أدى وظائف متعددة باب الرحمة. كان في بداية عهده عبارة عن مكان للقاء العلماء، اعتكف الإمام الغزالي فيه وكتب كتاب إحياء علوم الدين، وبقي كذلك، وكان في فترة من فترات في القرن السادس الهجري كان عبارة عن مصلى، لكونه مسقوفا كان باب الرحمة مصلى، وأطلق عليه مصلى باب الرحمة. وفي الفترة المتأخرة العثمانية أيضا بقي مكان الاعتكاف، وفي أواخر الثمانينات وبداية التسعينات أعيد تشغيل باب الرحمة كمكتبة لجامعة القدس، ومن ثم في استخدم كمقر للجنة التراث الإسلامي. وكان باب الرحمة قد أدى دورا مهما من خلال وجود لجنة التراث الإسلامي، وكان مكتبا للجنة التراث وعمارة المسجد الأقصى المبارك، إلا أن السلطات الإسرائيلية أغلقت اللجنة
والآن باب الرحمة الطابق السفلي منه هو يخضع لمدرسة ثانوية الأقصى الشرعية، والطابق العلوي عبارة عن مكاتب للجنة زكاة القدس المركزية. نحن نقف هنا أمام باب الرحمة وباب التوبة وما يسمى بجولدن جيت، الباب الذهبي، من الجهة الخارجية للسور، الجهة الشرقية، حيث تم إغلاق هاتان الفتحتان للباب أيضا في زمن صلاح الدين. ها نحن في هذه المقبرة نلحظ بناء على القبور، وهو شيء مخالف للسنة النبوية، ولكننا ماذا نصنع تحت الاحتلال؟ الاحتلال الذي لا يؤمن إلا بما هو قائم، ولهذا اضطر أهلنا أن يقيموا على القبور هذه المباني حتى يحفظوا لأمواتهم ويحفظوا عظامهم، فإن المقابر في العالم محفوظة إلا تحت ظلة الاحتلال. مقبرة باب الرحمة، القبور التي كانت دارسة نبشت بالجرافات واعتدي عليها، ولكننا هنا لابد أن ننظر إلى أن هذه القبور اتخذت هذه الأشكال للحفاظ ولإبقاء هويتها الإسلامية. هذه القبور على مر العصور وبعد الفترة الأموية والفترة العباسية وفترات المتلاحقة كان الاهتمام بها للحفاظ على ثرى الأجداد في بيت المقدس. هنا يرقد شداد بن أوس الصحابي الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يخشى في الله لومة لائم، ترك أهله، ترك بلده لكي يكون هنا في بيت المقدس ويختار أن يدفن بجوار المسجد الأقصى. مع احتلال الصليبيون لمدينة القدس وانتشارهم في هذه المدينة وفي كل ربوع فلسطين، بدأوا بإنشاء العديد من الكنائس وخاصة في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى، حيث كان البطرك يجري احتفال القداس، يجتمعون في ساحة قبة الصخرة ثم يخرجون من باب الإسباط ويلتقون مع الوفود الوافدة من معظم أنحاء فلسطين، يلتقون هنا عند كنيسة العذراء مريم عليها السلام، وما يطلق عليها عندنا بكنيسة ستنا مريم. كانوا تلتقي كل الوفود القادمة من فلسطين والقادمة من أريحة والقادمة من لاترون تلتقي هنا، ومن ثم يعلو البطرق ويخطب بهم ويعظهم، ثم يعودون مرة ثانية من طريق باب الإسباط ليدخلوا إلى قبة الصخرة والتي حولت في تلك الفترة إلى كنيس سموها أيضا بكنيسة العذراء مريم عليها السلام. من المعلوم أن الطوائف المسيحية طوائف مختلفة ومتعددة، وبالتالي لم يرضوا بإنشاء كنيسة واحدة سواء كانت عرقية أو قومية، ونجد هنا كنيسة الجثمانية تتمثل للطائفة الروم التي جاءت من روسيا وأقامت هذه الكنيسة، وبالتالي أنفقت عليها الممثلية الروسية في تلك الفترة، أنفقت عليها الشيء الكثير، ومن هنا نجد أن قيام هذه الكنيسة ما زال قائما وموجودا في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى. نحن نقف الآن ونشاهد جبل الزيتون وما يعرف عندنا بجبل الطور، ونلاحظ أن هذا الجبل تم الاعتداء على وقفياته. نلحظ في الجانب الأول ظهور الجامعة العبرية وهداسة، حيث أقامت السلطات الإسرائيلية هناك كيان ومستوطنة حديثة. ثم نلحظ أيضا في هذا الجبل وجود بعض الهيئات الدولية التي أقامت لها مراكز،
ثم الكنائس التي وجدت من فترة قديمة، فترة صليبية، كانت موجودة وانتشرت في بطن هذا الجبل. وفي علو هذا الجبل نشاهد المستشفى، مستشفى المقاصد، ونشاهد أيضا بعض الكنائس، حيث أن جبل الطور يشكل في عقيدة المسيحيين موضوع نزول المسيح، ويعتقدون أن المسيح سينزل في هذا الجبل. في 945 للهجرة، 1539 للميلاد، أنشئ هنا برج سمي ببرج اللقلق. كان هذا البرج في أعلى نقطة في مدينة القدس. نلحظ ذلك بأن المدينة تتشكل طبوغرافيتها من خلال المنطقة العلوية التي تشمل منطقة باب الساهرة، ممتدة إلى تقريبا باب الإسباط. هذه المنطقة منطقة علوية وتمتد أيضا إلى باب العمود. في هذه المنطقة حاصر صلاح الدين الأيوبي المدينة مرارا ودخلها من هذه المنطقة. المصادر التاريخية تروي بأن صلاح الدين حاصر المدينة من الجهة التي حاصر بها الصليبيون المدينة، لأنها تعتبر هذه المنطقة من أضعف المناطق لكونها منطقة علوية. وأورد المؤرخون بأن صلاح الدين شق الشارع الحالي الموجود، كان صخريا فشق المدينة وقطع الصخر من هناك، ونلحظ أنه قد أقيم على الطرف الآخر مما بقي من الصخور، أقيم متحف روكفيلر الموجود حاليا. أعتقد بأن هذه المنطقة، منطقة برج اللقلق، من أهم المناطق الموجودة في زهرة المدائن، ولكثرة الاهتمام بها والعين المركزة عليها حاول اليهود أن يستولوا على هذه المنطقة، ومساحتها تزيد على 9 دونمات، ولكن هناك نشاط واضح جدا لجمعيات فلسطينية في داخل البلدة القديمة، حاولت أن تستغل هذا المكان كمركز شبابي وجماهيري، واستطاعت أن تفتح دورات، واستطاعت أن تقيم فعاليات من أجل منع مد الاستيطان الإسرائيلي إلى هذه المنطقة. لو نظرنا إلى اليمين لوجدنا على يميننا بأن هناك سيطرة واضحة إسرائيلية على جزء من برج اللقلق، وقد غلفوا ذلك من خلال إجراء حفريات، ونحن نلحظ أن هذه الحفريات لم تكشف إلا عن آثار أيوبية واضحة، كشفت عن أيضا بعض الحوائط الأيوبية، بعض الغرف وبعض المدارس، وتمتد هذه الحفريات إلى باب الساهرة. ومن ثم لو انتقلنا قليلا في حركتنا لنجد بأن هذه المنطقة منطقة حيوية بالنسبة لقبة الصخرة، فحينما ننظر إلى قبة الصخرة بل وإلى المسجد الأقصى المبارك، نجد بأن برج اللقلق هو مقابل تماما لقبة الصخرة، ومقابل تماما لقبة الأقصى وقبة السلسلة، أي أنهم يريدون أن ينشئوا هنا كنيس من أجل أن يكون أعلى من المسجد الأقصى أو من قباب المسجد الأقصى، وهذا بحد ذاته يشكل اعتداء وتغيير واضح في طبيعة البلدة القديمة المصورة. المدى